everybody. I hope you're glad and happy. Hello everyone. I hope you're glad and fine. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم سنتحدث عن كل ما يخص مادة اللغة الإنجليزية أو مقرر اللغة الإنجليزية أو جميع الدروس التي يجب أن يراجع التلميذ ثانية بكالوريا لكي يحضر من أجل امتحان الوطني. وسنتكلم أيضا عن بعض الدروس التي لا توجد بالمقرر ولكنها في أن من بين الأسئلة التي يمكن أن نجدها أو من بين الدروس التي يمكن أن نجدها في الامتحان الوطني. وقبل هذا أذكر أن هناك أكثر من مقرر على الصعيد الوطني. ما كاينش غير التيكيتو الناس اللي كيقراو بالتيكيتو وما كاينش غير الجيت واي الناس اللي كيقراو الجيت واي وانما كاين الانسايت اند سون تيكيتو كاين بعض اللي كيقرا في هذا اوكي تيكيتو وكاين اللي كيقرا في الجيت واي هادو هما اللي منتشرين بزاف في المغرب زائد الانسايت وكاين غيرهم كذلك. واليوم غادي نهضروا على المحتوى ديال هاد المقررات وهو نفس الوحدات نفس الظروف وان اختلفت الطريقه ولكن كيبقى المايسترو ديال هاد المقررات هو استاذكم بطبيعه الحال وهو اللي كيكمل الدرس لانه سين المقررات ما كاملش فيهم الدرس 100% وانما كيف كنقول الاستاذ هو مايسترو وهو اللي ممكن يكمل الدرس وياخذه بواحد الشكل تام وكامل. ولهذا سأشرع في تحدث عن say second baccalaureate lessons ونبدأ باليونيتس الوحدات اللي كاينين. كاين 10 ديال الوحدات. اول وحدة مثلا في التيكت كاين gifts of youth اوكي يعني مواهب الشباب or you say talents of youth. كاين في اليونيت الثانية عندنا humor يعني الفكاهة يعني خاصك تعمر شوية الفوكابري اللي كيخص بالفكاهة. هنا من كنهضر على هذه الوحدات يعني الفوكابري ديالنا او الكلمات او الجمل اللي خصنا نتعلمو تكون متعلقة بهذه الوحدات باش اولا نفهموا النص اللي غادي تحط لينا في الكومبريهنشن لان الامتحان الوطني كيتقسم ثلاثة ديال الامور كومبريهنشن واحد النص بمجموعة ديال الاسئلة. ثاني حاجة لانجويج يعني امور كتعلق بالجرامر والفانكشنز واخر حاجة هي الرايتين. وبهذا خصني نكون يعني عندي واحد الباجاج كيف كنقولو اللي كيأهني انني نفهم النص ونجاوب على الاسئله زائد انني نكتب الرايتين بواحد الاريحيه. شحال ما كان عندي الفوكابولري كثير شحال ما كنكتب الرايتين بشكل كيف ما بغيت انايا. اوكي يونيت نمبر 3 فورمال انفورمال اند نون فورمال ايديوكيشن. في هذه اليونيت هذه بالضبط خصني نعرف الفرق ما بين التعليم الرسمي والغير رسمي والحياتي. اوكي التعليم الرسمي كيف ما كتقراو من السي بي حتى لافاك انت اون. الانفورمال هو ما يسمى التربية الحياتية يعني اي حاجة كتعلمها من والديك من الموسيقى من الافلام. اوكي والنون فورمال ايديوكيشن بحال السويع اللي كتزيدو ولا بحال محاربة الامية. المهم غادي نهضر في هذا الموضوع سي في الفيديو اللي كيخصو. يونيت نمبر 4 سيستينيبل ديفلوبمنت ما يسمى التنمية المستدامة يعني الوحدة التنمية المستدامة. نمبر 5 عندنا women and power النساء والسلطة. هنا خصك تعرف بعض الشخصيات العالمية كأنجيلا ميركل نوى المتوكل هنا في المغرب اوكي يعني اللي بصموا على واحد الحياة سياسيا او اقتصاديا او رياضيا او اجتماعيا وخصك تعرف بعض امور من هاد القبيل هذه. cultural values هنا ممكن نهضروا على cultural values او ما يسمى باليونيفرسال فاليوز ما يسمى القيم الثقافيه او القيم الكونيه بحال التسامح سي كان سي الحب وي كان توك اباوت فور اكزامبل العداله اند سون. اوكي يونيت نمبر 7 الوحده السابعه عندنا citizenship كل ما يخص المواطنه والمواطنين. citizen هو المواطن والcitizenship هي المواطنه. نمبر 8 الوحدة الثامنة تكون عندكم على الـ International Organizations ما يسمى المنظمات العالمية International Organizations بحال اليونيسيف يونيسكو and so هنا خصك تعرف على بعض طبيعة الحال يكون عندك شوية الباجاج على بعض المنظمات الدولية والوظيفة ديالهم. اليونيت نمبر 9 عندنا Advances in Science and Technology يعني امور اللي تقدم فيها سي لا من الجانب العلمي او من جانب تكنولوجي. البرين درين او ما يسمى ان عربيك الهجرة الادمغة يعني انا خصني اعرف الاسباب
والنتائج ديال هاد الهجرة الأدمغة، يعني الأسباب اللي كتخلي هاد الناس هاد الأدمغة يمشيو من البلاد، يعني شنو هي الدوافع اللي كتخليهم انسان، يعني خصك تعرف بعض الأفكار. يعني وكنقول الإنسان شحال مادة كيبريباري منذ أول سنة، شحال ما غادي يكون مستعد أكثر. الآن غادي ندوزو نتعرفوا على كل وحدة شنو فيها. مثلا الفوكابلري في يونيت 1، فيما يخص الفوكابلري عندنا الكواليتيز اوف يوث، يعني الميزات اللي كيتميزوا بها الشباب، بحال باشن الشغف، ادفنتشر المغامره، اوداسيتي الجراه، يعني مزيان نعرف الكواليتيز اوف يوث. اوكي، يعني الميزات اللي كيتميزوا بها الشباب او المراهقين ان جنرال. يو شود ناو وورد انفورميشن سبيشلي ناونز اند ادجكتيفز، adventure adventurous audacity audacious. يعني هنا خصك تعرف تبدا تعرف الدرس، واحد الدرس اللي يكون سميتو الورد فورميشن، يعني تعرف مثلا الكلمه واش ناون ولا ادجكتيف ولا فيرب ولا ادفيرب. اوكي، مثلا تنقولوا مثلا هنا ادفنتشر راه ناون مغامره، ومن تنقولوا ادفنتشرس هي مغامر، الانسان محب مغامر. مثلا قلت مثلا اي ام ادفنتشرس مان، هنا رجل مغامر. اوكي، اور اي ام ادفنتشرس وومن، يعني انا امراه مغامره. اوكي، هنا غيكون عندنا واحد السؤال في الامتحان الوطني اللي كيخص هذا الامر هذا، يعني هما تعطوك مثلا نون وباغيين في الجواب يكون الادجكتيف، ومن بعد غادي تعرف ان الادجكتيف دائما كيمضي في النون، او الفيرب او الادفيرب دائما كيمضي في الفيرب، يعني دائما الادجكتيف كيعطي الصفه لواحد النون، يعني ديما عنده علاقه بالنون، والادفيرب ديما كيمضي فينا الفيرب. مثلا اي سبيك كويكلي، انا كنتكلم بسرعه. كيفاش كتكلم بسرعه؟ اوكي، هذا هو الادفيرب. المهم غادي نتكلم على الوورد فورميشن بالتفصيل وبالدارجه ان شاء الله. ندوزو اليونيت، هذا كل ما يجب ان تعرفه فيما يخص الفوكابلري في اليونيت نمبر 1. يونيت نمبر 2، ودائما في الفوكابلري يونيت نمبر 2 عندنا سام تايبس اوف هيومر، خصك تعرف على بعض انواع ديال الفكاهه، بحال جوك النكته، تي في سيت كومز، ما يسمى البرامج ديال الضحك، بحال السيم ربوح اللي كيجي في، خصوصا هذوك البرامج اللي كتضحك اللي كتجي فروم دام بالضبط. اوكي، بحال هذوك البرامج. اوكي، انا وخويا ومراته وانسان. كوميدي فيلمز، يعني اي فيلم كوميدي بحال الافلام ديال عادل امام، او مثلا كان سي تشارلي تشابلن انسان. اوكي، يعني اي فيلم كوميدي و غير ذلك، يعني ممكن تعرف حتى بعض الامور اللي كتجرى في الكلاس روم اور سامثينغ لايك، يعني مزيان تعرف بعض الفوكابولري كيخص هذه الوحده هذه اللي هي هيومر، فكاهه. هنا شنو خاصك تعرف؟ يو شود نو سام ادجكتيفز اند ناونز اوف بوزيتيف اند نيجاتيف فيلينجز. هنا يعني احسن، يعني ملي تقول هنا يو شود ماشي تقول خاصك. اوكي، ولكن ات از ا جود ايديا تو نو، يعني احسن لك تعرف بعض الادجكتيف، بعض الصفات وبعض لي نون اللي كيكونوا على المشاعر الايجابيه والسلبيه، بحال انجر انجري، الغضب غاضب. اوكي، اي ام انجري، انا غاضب. اوكي، انجر از ا نيجاتيف فيلينج، الغضب هو شعور او احساس سلبي. Is a negative feeling. Happiness, happy. Happiness, happy. I am so happy. Okay. Happiness is the key to success. Okay. Or to succeed. To succeed. Okay. So nice. And here, تقولوا الامور اللي خصك تعرف عليها في هذه الوحده بالضبط ديال الهيومر، مادام كنهضروا على الفكاهه، الا وخصك تعرف انه يعني هنايا بالضبط الاحاسيس، او هنا خصك تعرف بعض الاحاسيس السلبيه او الايجابيه، كمثلا الغضب راه هو جانب سلبي او احساس سلبي، اما السعاده فهي احساس ايجابي. انتوزايزم، انتوزايستيك، انتوزايزم، انتوزايستيك. هنا انتوزايزم هو الحماس، انتوزايستيك هي حماسي او متحمس. اوكي، هذا هو اللي خصك تعرف بالنسبه ليونيت 2 فيما يخص الفوكابيولوري. اوكي، شرح المفردات. يونيت نمبر 3،
You should know the difference between formal, informal, and non-formal education and other types of education such as vocational education, special education, and so on. يعني هنا من المستحسن أنك تعرف أولاً أو ضروري أنك تعرف الفرق ما بين الفورمال والإنفورمال والنون-فورمال إدوكيشن. وهنا هذا الأمر غادي تلخص غادي نلخصه بواحد الشكل كبير إن شاء الله في الفيديو إن نوصلوا لهذه الوحدة الثالثة. وخاصك أيضا تعرف على بعض نماذج أخرى بحال vocational education ما يسمى التكوين المهني, special education ما يسمى بالتعليم ماشي نقولوا الخاص ولكن الخاص بالناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصة. اوكي يونيت نمبر 4 اشنو خصني نعرف في اليونيت نمبر 4 اشنو خصني نعرف فيما يخص الفوكابولري. You should know the definition of sustainable development, social issues, economic issues, and environment issues. اصلا ملي كنهضروا على التنمية المستدامة الا وكنهضروا على ثلاثة ديال القضايا. اوكي كنهضروا على الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب البيئي. هذه هي التنميه المستدامه. الا ما كانتش كتشمل ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وما هو بيئي راه هي والو. اوكي يعني هنا خصني نتعرف على هاد ثلاثه الامور ونتعرف على بعض واحد الكولوكيشنز اللي يكون هو من الامور حتى هي اللي خصنا نبداو نتعرفوا عليها من انطلاقا من هاد اليونيت. خصني نبدا نتعلم الكولوكيشنز. اوكي كولوكيشنز كولوكيشنز يس يونيت نمبر 4 هنا بعد الكولوكيشنز. Okay, sorry. You should know the lesson of collocations like civil society, المجتمع المدني, urban areas, يعني urban areas, ما يمكنش ديروا areas urban, ولا civil, وsociety civil, okay? Urban areas, يعني المناطق الحضرية, rural areas اللي هي ضد ديالها المناطق القروية, health care, يسمى الرعاية الصحية, وغير ذلك من الأمور اللي غادي تعرف عليها اللي كتسمى collocations, okay? يعني في الامتحان كيحطوا لك وحدة وكيخلوك في بلاصة أخرى فراغ, أنت خاصك تعرف مجرد ما تشوف سيفل خاص تبعها بسوسايتي وكيكون عاطينك الخيار في طبيعة الحال. You should know the lesson of idioms. Idioms هما ما يسمى ما يسمى العبارات الاصطلاحية. إلا جينا نترجموها كلمة بكلمة ما تعطيناش داكشي اللي كنعنيو به في الثقافة ديالنا. بحال مثلا حنا بالدارجة كنقول لك دخل سوق راسك, دخل سوق سوق فيه الخضره والمطيشان صون. اوكي ديسير و راسك اجاب السوق لراسي, ولكن كنفهموا ان واحد كيقول لك ديها في الاشغال الخاصه ديالك ما تدخلش فيما لا يعنيك. اوكي ذا سيم يعني اي دوله او اي لغه عندهم هاد الايديمز. هنا it is raining cats and dogs اللي جينا نترجموها حرفيا هي تمطر قطط وكلاب. اوكي تمطر قطط وكلاب يعني ما جاتش, ولكن هذيك قطط وكلاب كتعني بغزاره. كيفاش كنظن تقريبا 2012 او قبل من 2012 تقامت واحد الدراسه غير في الانجليز على عدد القطط والكلاب. يتواجد اكثر من 10 مليون قط واكثر من 10 مليون كلب, كتخسر عليهم اكثر من 3 ديال المليار ديال الدرهم المغربي. اوكي اكثر من 3 مليار درهم غير ماكله. اوكي انا كنهضروا على كاتس اند دوغز يعني 20 مليون مشو كلب اللي كاينه في الانجليز شحال هادي. اوكي قلت قبل من 2012. اوكي هادشي علاش يعني ما كاينش دار ما تلقاش فيها مشو ولا كلب. اوكي يعني موجودين بزاف. هادشي علاش كيتعتبروا انهم موجودين بكثره, والتعبير ديالهم هنايا الاصطلاحي هو انه كتعني الغزاره الكثره. اوكي it is raining cats and dogs. اوكي مثال ثاني اللي عطيت هو to the letter. To the letter مثلا I explain everything to the letter يعني كنشرح كل شيء حرفيا. هاد to the letter هي حرفيا ماشي الى الرسالة او الى الحرف, الى شيء حرفيا كيف احنا كنقوله. اوكي هنا مزيان في هاد الوحدة هادي الرابعة تعرف على بعض الايديومز. يونيت نمبر 5 اشنو خصنا نعرفه فيما يخص الفوكابولري. هنا you should know some ideas about Moroccan family care like polygamy, violence against women, emancipation and so on. خصك تعرف على بعض الافكار اللي فيما يخص مدونة الاسرة family or Moroccan family care, مدونة الاسرة المغربية. اوكي تعرفوا فيما يخص الطلاق, فيما يخص العنف ضد المرأة, ولات الاحكام هذه الطلاق ما بقاش غير سي جري على المرأة وزيد, يعني ولات بعض القوانين الجديدة مثلا اللي يقول فيها عقوبات
حبسيه ولا غرامات ماليه اند سون. اوكي، يعني هنا تعرف انت غير على كلمات بحال البوليغامي، تعرف على الفايلنس اغينست وومن، ايمانسيبيشن التحرر، تعرف على ستيريوتايب، يعني افكار شائعه. يعني هادو عبارات اللي مزيان ديرهم في راسك باش ينفعوك، ربما يتحط واحد النص فيما يخص هذا الموضوع او هذا المجال هذا اللي كيخص هذه الوحده هذه بالضبط. اوكي، او الرايتين تكون في اطار ديال هذا الموضوع هذا. You should recognize the lesson of prefixes and suffixes. وهنا خصني نتعرف ديجا قريت درت prefixes and suffixes، وهنا خصك تضع نقاط الحروف، يعني تبدا تعرف شنو هو prefixes و suffixes والكلمات اللي فيهم، مثلا miss، okay، misuse، misunderstanding، okay، يعني اللي كيكون بعض الحروف اللي كتكون دائما سابقه، وملي كنزيدوا على شي كلمه يعني في الاول ديالها كتعطيها معنى اخر. اوكي، بحال ديس ديزابير، ابير هي ظهر، ديس ديزابير يعني اختفى. اوكي، يعني هنا والسافيكسيس اللي كيكونوا في الاخر. هنا يو شود ريكوجنايز ذا ليسن اوف بريفيكسيس اند سافيكسيس، يعني في هاد اليونيت بالضبط فيما يخص الفوكابلري خاصك تعرف البريفيكسيس اند سافيكسيس، prefixes and suffixes. Okay. Unit number 6. You should recognize some cultural values like respect, tolerance, altruism, cooperation and so on. يعني هنا خصك تعرف بعض القيم الثقافية كالاحترام، التسامح، الإيثار، altruism، الإيثار، يعني ملي كتكون when you are not selfish، ما كتكونش اناني، يعني ضد الانانيه، ضد selfishness، against، okay، we can see opposite of selfishness، cooperation، والتعاون، okay. You have another chance to see collocations again، وكتكون عندك واحد الفرصه باش تشوف عاوتاني collocations مره اخرى، يعني في هذه الوحده هذه، يعني كتذكير collocations وكتزيد تعرف، يعني كنتي تعرفتي في الوحده الرابعه على البعض، دابا كتزيد تعرف على كولوكيشن اخرى لانه ماشي قلال. اوكي، نمبر 7، يو شود ريكوجنايز سام رايتس اند ريسبونسابيلتيز. انا خصك تعرف على بعض الحقوق والواجبات، واذكر ان لكل مواطن الحق في بعض الاشياء، وكل حق مرتبط بعده واجبات، يعني خصنا نكونوا ناس ديال المسؤوليه. اوكي، عندي حقوق يجب نتمتع بها وخصني نتمتع بها، ولكن ما ننساش انني لا خديت هذاك الحق الا انني مرتبط بمجموعه واجبات، يعني خصني نقوم بالواجب ديالي على احسن ضمن. مثلا تو ريسبكت اذرز، انك تحترم الاخرين، الاخرين هذا واجب ماشي اختيار، ولا انك واجب تحترم الاخر. تو بي ريسبكتد هذا حق ديالك، يعني اللي تعدى عليك راه عندك الحق انك تدعي، واو اوكي، وكيف ما انت واجب عليك انك تحترم الاخر. تو هاف ا جوب، انه يكون عندك عمل، هذا حق. اوكي، تو دو يور بيرسونال بيست، هذا واجب. كطالب شيء انك تخدم، ملي تخدم خصك دير الواجب ديالك على احسن وجه مهما كانت الظروف. اوكي، يونيت نمبر 8، اشنو خصني نعرف هنا؟ يو شود ريكوجنايز سام انترناشونال اورجانيزيشنز اند دير فيلد اوف اكشن like UNICEF, WHO, AI and so on. خصنا نتعرف على بعض المنظمات العالمية والحق اللي كتخدم فيه، بحال مثلا UNICEF اللي خاصة بالأطفال، WHO منظمة الصحة العالمية، اوكي، World Health Organization، وكاينة AI يسمى Amnesty International، اوكي، ما يسمى منظمة العفو الدولية. اوكي، منظمة العفو الدولية. هنا خصنا نتعرفوا على بعض المنظمات العالمية وليس الوطنية فقط. نمبر 9، you should recognize the difference between science and technology. هنا في هذه الوحدة هذه بالضبط خصني نعرف الفرق ما بين العلم والتكنولوجيا. You should recognize some technology inventions like mobile phone, microwave oven, computer and so on. وانا خصك تعرف على بعض الاختراعات التكنولوجية بحال الهاتف، بحال المايكروويف اوفن، يعني الفرن ديال المايكروويف، والحاسوب وغيرها. Unit number 10،
10. You should recognize some push and pull factors of brain drain or immigration in general. هنا يستحسن انك تعرف الدوافع ومغريات، يعني العوامل اللي كتجذب والعوامل اللي كتدفع الهجرة الأدمغة او ديال الهجرة الأدمغة او ديال الهجرة in general بشكل عام. اوكي، وماذا بينا هنا تعرف بعض الامور شنو هو مثلا الصالير هنا هابط و يعني كاين الظروف ديال العمل اللي جيده انتون، والمغريات اللي كتكون من الدول الاخرى انه كاين صالير طالع معيشه مزيانه انتون. يعني هنا بعض المصطلحات اللي خاصك تعرفها في هذا اليونيت هذه، وللاسف ان معظم المؤسسات ما يوصلوش اليونيت 10. اليونيت 10 هنا سواء كانت البرين درين او وحده اخرى على حسب المقرر، الا وخاص هنايا التلاميذ يعاونوا الاساتذه ديالهم، لاننا ولينا كنشوفوا حالات يرثى لها من داخل المؤسسات. لهذا ادعو كل التلاميذ من هذا المنبر انهم يعاونوا الاساتذه ديالهم ويوفروا واحد الجو هادئ وجو ديال العلم. كنت قلنا سي من الواجب ديالك انك تحترم الاخر، ومن حقك انك تحترم. اوكي، وانك مجرد ما كتدخل الفصل الا ومن اجل العلم. راه الانسان اللي كيدخل القسم وكيخرج كيف ما دخل، هذا راه ما جايش على ود القرايه، هذا عنده هدف اخر. اوكي، يعني خصني دخلت بواحد الفوكابولري ماشي حتى لي، نخرج ولو غير بجوج كلمات، نخرج ولو غير بجوج جمل، نخرج ولو غير بثلاثه غير بربعه. اوكي، المهم نخرج بشي حاجه. مع الوقت غتسيب راسك انك كتعمر الدماغ ديالك، وان العلم ما عمرك تندم عليه وغادي ينفعك سواء اليوم سواء غدا. فانكشنز، فيما يخص الفانكشنز، الفانكشنز هنا ملي كنهضروا على مجموعه ديال الامور، بحال كيفاش تعبر على الراي، كيفاش تعبر على الشكايه، كيفاش تعبر عن تون. اوكي، يونيت نمبر 1 غادي نتحرفوا على ثلاثه، وهنا غادي ننصح واحد النصيحه. اي فانكشن، يعني يعطيكم الاستاذ واحد المجموعه ديال العبارات او تلقاوها في المقرر، على الاقل خصك تحفظ، خصك تحفظ جمله. مثلا عطينا الاكسبريسين اوبينيون، خصك تعرف على الاقل جمله تكون حافظه، زائد انك تكون قاري الجمل الاخرين كيفاش كنعبروا على الراي. اوكي، مثلا بغيت نعبر على الراي ضروري نقول ان ماي اوبينيون، ضروري نبدا باز فور ازم كونسيرن، نقول فور مي. اوكي، كاين طرق عديده، خصني نحفظ وحده ضروري، لانه نهار الامتحان ممكن يقولوا لي يعطوني ميني دايلوغ. اوكي، يقول لي انت عبر على الراي وتحتك كاتبين هما الجواب مثلا. اوكي، بالاغرين ولا ديزغرين، ولا ممكن يعطوك العكس، ان هما يكتبوا لك شي شخص اللي كيعبر على الراي وانت خاصك تجاوبو بالاغرين ولا ديزغرين. اي اغري ويذ يو، اي ديزغري ويذ يو. والامر الثاني اللي كيتعطى في الفانكشن في الامتحان الوطني واللي كنعتبرو كادو ديال اللانجويج، هو انه كيعطوك صل بسهم، يعني كيعطوك جمله وكنت كتصيلها بالفانكشن. مثلا اكسبريسين اوبينيون خاصك تكون عارف، مثلا تشوف ان ماي اوبينيون نصيلها بسهم مع الاوبينيون، نشوف از فور از ام كونسيرند والجمله ما كيهمش شنو كمل من بعد، نصيلها مع الاوبينيون. فور مي ولا اي ثينك ولا اي بيرسونالي ثينك ذات كذا وكذا، نصيلها بسهم مع اكسبريسين اوبينيون. هذا فقط، وراه غادي نعاود نفصل في هذا الامر كيفاش كيتلاحظ في الوطني، وكيفاش كل درس على حده، كل درس غنديروه الا غضربطوه بالامتحان الوطني، وغنعطيو امثله حيه من امتحانات وطنيه. هنا اكسبريسين اوبينيون ويذ اغريين اند ديزغريين، كيف العبارات ديال التعبير عن الراي، او عبارات على الموافقه واش اتفقتي مع داك السيد اللي عبر على الراي، وعلى عدم الموافقه. اوكي، يونيت نمبر 2، اش خاصك تعرف فيما يخص الفانكشنز؟ اكسبريس لاك اوف اندرستاندينغ اسكين فور كلاريفيكيشن، خاصك تعرف هنايا العبارات او كيفاش تعبر على عدم الفهم. مثلا اي دونت اندرستاند، اي كانت اندرستاند، ما فهمتش استاذ، اي ديدنت. اوكي، What do you mean with this? Okay, you talk about asking for clarification. What do you mean by, for example, or with kada wa kada? Okay, what does the word globalization mean? وشيت يعني كلمة globalization يا أستاذ؟ Okay, أنا كنسول على كنطلب توضيح. Okay, وخصني نعرف أيضا في هذه الوحدة هذه making request with accepting and refusing it. كيفاش نطلب؟ Can you open the door, please? واش ممكن تفتح باب؟ واش ممكن تسد الباب؟ عافاك،
من فضلك. اوكي، يعني هنا كاينين 5 ديال العبارات بالنسبه للريكويست، غادي نتعرفوا عليهم 1 باي 1 ان شاء الله في الدرس ديال فانكشنز. فاليونيت نمبر 3، اش خاصني نعرف؟ linking words expressing purpose. linking words expressing purpose، هنا غنبداو نتعرفوا على linking words، ادوات الربط، وبالضبط على purpose. اوكي، بحال سواء so in order to so that for and so on. اوكي، هذا هو كل ما يخص اليونيت نمبر 3. نمبر 4، linking words. linking words cause and effect، خاصني نتعرف عليها، على cause and effect، بحال because of, due to and so on. okay, as a result, as a consequence, consequently and so on. يعني هادو عبارات ادوات الربط اللي غادي ينفعونا بزاف في الرايتين. اوكي، وايضا كيكونوا حتى في اللانجويج. اوكي، من بين الاسئله اللي كتكون في اللانجويج. المهم غادي نفصلوا في هذا الامر جيدا عندما نصل اليه. مثلا في التيكيت، مقرر ديال التيكيت، ديرنا في اليونيت 2 ديرنا غير بيربس لينكين وورد. في الجيت واي جامعينهم هنا كاملين في الوحده نمبر 1، جامعين البيربس والكوز اند افكت والاديشن والكونسيشن. يعني هنا التيكيت شويه الوحده الاولى ديالو عامره مزيان. اوكي، يعني ما مقسمش هذاك الشيء كيف خاصو يكون صراحه. اوكي، يونيت نمبر 5، لينكين ووردز اديشن اند كونسيشن. يونيت 5 عندنا لينكين ووردز في الوحده الخامسه، خصنا نتعرفنا على لينكين ووردز. يعني شفنا البيربس، شفنا الكوز اند افكت، دابا خصنا نشوفوا اديشن والكونسيشن. مثلا لينكين ووردز بحال اند وا. اوكي، راه هذا. اوكي، ان اديشن بالاضافه الى، بيسايدز، على وعلى ذلك، سو اون. كونسيشن بحال اول داو، ايفن داو، ديسبايت اند سو اون. يعني هادو لينكين ووردز غينفعوني في الرايتين اولا، لانه كنربح عليهم النقاط، زائد في اللانجويج ممكن يتحط لنا سؤال كيتعلق بهاد لينكين ووردز. يونيت نمبر 6، expressions we use when we define complaining, apologizing and accepting apologize. في اليونيت نمبر 6 خصني نتعرف لبعض العبارات اللي خصني نستعمل في الشكايه وفي الاعتذار وفي يعني القبول ديال هذا الاعتذار هذا. اوكي، لان الجواب ديال كومبلينين هو الاعتذار. من كيجي واحد الشكايه كيتشكى منك، راك درتي له حتى تعتذر. اوكي، يعني هذه خاصها تكون ثقافه ديال اي شخص. انسان جا كيتشكى منك الا واديتي، دونك خاص يكون الاعتذار. يعني الجواب ديال كومبلينين هو الاعتذار، عاد من بعد الاعتذار كيجي الجواب ديالو هو اكسبتين ابولوجايز، يعني قبول الاعتذار. اوكي، يعني في هذه الوحده السادسه ضروري تعرفوا على هاد الثلاثه ديال الجداول، على يعني تكون جدول خاص بالكومبلينين، جدول خاص بالابولوجايزين، وجدول خاص بالاكسبتين ابولوجايز. اوكي، نمبر 7، في الوحده نمبر 7 اشنو خصني نعرف؟ اسكينغ فور اند جيفين ادفايس. بالضبط هنايا فيما يخص الفانكشن خاصني نتعرف كيفاش نعبر على طلب النصيحه واعطاء النصيحه، كيفاش نطلب النصيحه وكيفاش نعطي النصيحه. وكنعاود نكرر، هاد الفانكشنز راه كيتحطوا بجوج طرق في الامتحان، يا اما في الميني دايلوغ كيقول لك بين قوسين مثلا نعطي ادفايس، جيف ان ادفايس لفلان. اوكي، وغالبا كتبدا بيو شود، يو شود. وانا كنصحكم دابا كنقول لكم يو شود ريفايز يور ليسنز، خصكم تراجعوا الدروس ديالكم. يو شود رايت يور ليسنز، يعني ات از ا جود ايديا تو ريفايز يور ليسنز، ات از ا جود ايديا تو رايت يور ليسن، انها لفكره جيده. اوكي، او يستحسن انكم تبداو تكتبوا الدروس ديالكم وتراجعوها من بدايه السنه باش ما يكونش مشكل في اخر السنه. اوكي، هنا يعني خصني نتعرف على العبارات ديال اعطاء نصيحه وديال اخذ النصيحه. اوكي، اسكين فور يعني طلب النصيحه، والجيفين ادفايس هي اعطاء النصيحه. نمبر 8، جيفين اور جيفين جود اند باد نيوز. جود نيوز باد نيوز، خصني نتعرف على العبارات ديال اعطاء الخبر، الخبر الجيد والخبر السيء. اوكي، نتمنوا كاملين تجونا بالخبر الجيد ان شاء الله، هو النجاح ديالكم ان شاء الله. كما خاصكم تعرفوا responding to good and bad news، يعني والجواب ديالهم. اوكي، جابنا شي واحد شي خبر زوين، كيفاش كنجاوبوا؟ جابنا شي خبر خايب، كيفاش كنجاوبوا؟ نمبر 9، expressing certainty and uncertainty. يعني العبارة اللي خصني نعرف هنايا هما ديال انك العبارة ديال متأكد من الحاجة. اوكي، I'm sure. اوكي، و uncertainty I am not sure، ما متأكدش. يعني كاين العديد من العبارات اللي كيعبروا على انك متأكد او غير متأكد. اوكي،
واخر امر خاصكم تعرفوا هو expressing regret، تعبير عن الندم. اوكي الندم اوكي هو اللي غادي تعرفوا اليوم one by one. هذا كل ما يتعلق بالfunctions. اوكي وقلت ممكن تحط في اللانجويج بجوج ديال الطرق. الامر الاول اللي قلت هو الكادو، اصل بسام كيعطيوك جملة يعني عبارة من هذه العبارة، تقدر تكون good ولا bad news، تقدر تكون giving advice. اوكي كيعطيوك سي هنا a b c d. اوكي مثلا giving advice خاصك تصير بسام مع giving advice، يعني الجملة اللي كتعبر على هذه العبارة بالضبط. اوكي المهم هادشي غادي نفصل فيه بشكل جيد ومبسط جدا، يعني اي درس غنوصلو ليه الا غادي نبسط فيه، وغادي نقول كيفاش تيتحط في الوطني وكل جديد فيما يخص هذا الدرس هذا. اوكي ندوزو للجرامر. فيما يخص الجرامر قواعد اللغه، اول حاجه خصني نعرفها هي التنسس قبل ما ندخل لمقرر. هادو التنسس خارج اطار المقرر، قريتهم في السانكيام والسيزيام، نقولوا حنا الثروديام الاعدادي بالنسبه للناس ديال البابليك ايديوكيشن. اوكي بابليك سكولز يعني في المدارس العامه كيبداو من الثروديام، اما الابتدائي اما البريفي راه كيبداو تقريبا من الابتدائي. وهنا التنسس خاصك تعرف البريزنت سيمبل، بريزنت كونتينيوس، بريزنت بيرفكت، باست سيمبل، باست كونتينيوس، اند فيوتشر سيمبل. هادو خاصك تعرفهم وانت باقي ما بديتي حتى درس. اوكي طبيعي الحال بديتي معطل ولا هادي سنوبر، ولكن خاصك ترجع للتنسس لانني كنقول هما لا باز ديال باقي الدروس. اوكي راه مايمكنش انت ما عرفتي الفيرب تو بي في البريزنت سيمبل وتبدا تخدم ليا مثلا الباسيف فويس، راه مايمكنش. مايمكنش انت ما عرفتش الفيرب هاف في البريزنت سيمبل وعاد تجي تخدم ليا مثلا الباست بيرفكت، مايمكنش. اوكي ولا فيوتشر بيرفكت، سي امبوسيبل. اوكي علاش غتخدم لي الريبورت سبيتش او سامثين لايك ذيس؟ لهذا يعني باش ما تهرسش راسك وما تقولش يعني تبدا تنتبه مع الاستاذ ديالك وما تفهم والو يعني في الباست بيرفكت ولا في الباسيف فويس، كنقول لك بدا بهادو بريزنت سيمبل، بريزنت كونتينيوس، بريزنت بيرفكت، باست سيمبل، باست كونتينيوس، فيوتشر سيمبل. ورا فصلت في الفيديو الاول ديالي كان على التنسس وبالدارجه، يعني فصلت بهاد السته ديال التنسس بشكل مفصل وعطيت امثله امتحانات الوطنيه، يعني راهم تلاحوا ها كيفاش كيتلاحوا في الوطني. اوكي anyway من هنا ندخلوا اليونيت نمبر 1 بالنسبه للمقرر ديال التيكيت. اول درس علقه هو جيراند اند انفينيتيف، خاصني نتعرف على ثلاثه ديال لي فورم. جيراند يعني اي ان جي، وكاينه في الانفينيتيف جوج ديال الانواع، يا اما تو انفينيتيف وكاينه بير انفينيتيف يعني بلا تو. اوكي مثلا سبيكين هي الجيراند ديال سبيك، و تو سبيك هي تو انفينيتيف ديال سبيك، و سبيك هي البير انفينيتيف يعني without تو. اوكي يعني انا مثلا حطوا لي اي كان، واش نقول اي كان سبيك ولا اي كان تو سبيك ولا اي كان سبيكين؟ انا خصني نعرف. اوكي اي كان سبيك اوف كورس، ماشي اي كان سبيكين. سو نايس. يونيت نمبر 2، ان يونيت نمبر 2 وات شود اي ناو؟ اش خصني نعرف؟ خصني نعرف المودل فيربس. المودل فيربس قريتهم ابتداء من ترون كومان وزدتو قريتهم في الاولى باك. اوكي ثانيه باك عندكم عاوتاني المودلز، يعني هاد الدرس هذا خاص تاخذوه بشقيه. اوكي ان فانكشن ديال كل مودل زائد انه تعرفوا لي ديداكتيف، وهذا الامر غادي نفصل فيه من يعني نوصلوا للمودلز، المودلز المودل فيربس. اوكي بحال كان، كود، شال، شود، ماست، هاف تو، هاد تو، اند سون. اوكي يونيت نمبر 3 خصك تبدا غتبدا باول تنس اللي هو الباست بيرفكت، والباست بيرفكت ماشي هو اول تنس عندك، ديجا هضرت على البريزنت سيمبل. اوكي البريزنت كونتينيوس، البريزنت بيرفكت، الباست سيمبل، باست كونتينيوس، والفيوتشر سيمبل. هذا باش تدخل الباست بيرفكت بواحد الاريحيه و راك مكابتي شي حاجه. اوكي الباست بيرفكت راه ضروري يكون الفيرب هاف في الباست، كيفاش غادي دوز انت النيشال باست بيرفكت وباقي ما كتعرفش هاف في البريزنت ولا في الباست؟ لهذا كنقول رجعوا للفيديو الاول ديال التنسس. يونيت نمبر 4 فيوتشر بيرفكت. فيوتشر بيرفكت هنا غتعرف على الفيوتشر بيرفكت وتقارنوا ما بين الفيوتشر سيمبل. اوكي وتعرف الفرق بيناتهم حتى في التايم اكسبريشنز. باسيف فويس، هنا الباسيف فويس وكنقولها من دابا، اللي ما عارفش الفيرب تو بي في جميع التنسز من البريزنت حتى الفيوتشر بيرفكت راه غيجي هذا الدرس هذا صعيب، مع العلم من انه من بين اسهل الدروس. الباسيف فويس بكل بساطه هو الفيرب تو بي، والمين فيرب كيكون في الباست بارتيسيبل. نمبر 6، يونيت نمبر 6 هما الفريزل فيربس. الفريزل فيربس هو واحد الفيرب
لو كيكون حداه واحد نقول نسميو حنا بريبوزيشن حرف جر، اوكي يسمى البارتيكل. اوكي مثلا كنجي كنقول لك مثلا نعطيو شي مثال ديال لوك، لوك غتكونوا عارفينه، لوك لوك هي شوف، اوكي. ولكن من كنزيد عليها واحد البريبوزيشن اللي هو لوك افتر، افتر هذيك افتر غير حرف جر، اوكي بريبوزيشن، يعني هنا مابقاتش لوك افتر كتعني شوف، ما تعنيش نظر بعد او ينظر بعد، نو كتعني يعتني، كتعني take care of، يعتني look after يعني يعتني، هذا phrasal verb. وهنا كنقول لكم تقريبا عاد تعرفوا على اكثر من 70 verb في البكالوريات، خاصكم تعرفوا واحد 70 على الاقل، واحد 70 ما بين 70 و 80 verb خاصها تكون في الراس اللي بغي يدوز باريحيه في حاله ما تحط هذا السؤال في الامتحان الوطني بالضبط في اللانجويج. يونيت نمبر 7 reported speech، reported speech، reported speech عاوتاني كنرجعوا للتنسس، اوكي. وهنا نبداو نلعبوا التنسس، الا كنت ضابط الدرس ديال التنسس ما كنلقاش مشكل، لانه سي ريبورت سبيتش كيقول لك كاين دايركت ولا اندايركت سبيتش. دايركت مثلا في البريزنت خاصك ترد الباس، انك تولي تلعب حتى بالتنسس، اوكي، اوبلي فيرب. يعني الا ما كنتيش ضابط الدرس الاول ديال التنسس، هاد الدرس غيكون الاستاذ كيشرح في الشرق وانت في الغرب، اوكي، ما غاديش تفهمو. اوكي يونيت نمبر 8 لينكين ووردز، لينكين ووردز. هنا لينكين ووردز كيف ما سبقنا عرفنا البيربس، قلنا كل واحد غنعرفوا مثلا البيربس، غنعرفوا الاديشن كونسيشن. هنا غادي تعرف على بعض لينكين ووردز اخرين اللي غتحتاجهم عاوتاني في الرايتين، اوكي، بحال فيرستلي، سيكندلي، اولا، ثانيا، ثالثا، اوكي، فور اكزامبل، مثلا، اوكي، يعني اللي تزيد طعم بها الرايتينغ ديالك او الانشاء ديالك في الامتحان الوطني. يونيت نمبر 9 كونديشنال تايب 2 اند 3. وكنعاود ناكد في الامتحان الوطني يكون عندكم 2 كونديشنالز، مزيان تعرف الكونديشنال تايب 0 ومزيان تعرف الكونديشنال تايب 1، مزيان انا قريتهم. زائد هاد السنه هادي غادي تمتحنوا جوج 2 اند 3، ولكن مزيان تعرف 0 اند 1. علاش تايب 2 اند 3؟ لانهم كيحطوا لنا في السؤال ديال rewrite the sentences with the words given، اعيد صياغه الجمله اللي عطيناك بالكلمات المعطاه. كيعطوك واحد الجمله في البريزنت ولا في الباست وكيبداو لك بالاف، بمجرد ما كتشوف اف كتعرف انك غتخدم الكونديشنال. ولكن واش تايب 2 ولا 3؟ هنا كيبقى سؤال مطروح، اوكي، وغنتعرفوا عليه بالتفصيل وشنو نديروا كل حاجه. ندوزو نفس اليونيت if only or I wish، نفس الامر تقريبا ديال كورديج تايب 2 3 وابسط يعني، اوكي، وغنهضروا على هذا الامر بالتفصيل باش ما نطولش عليكم الفيديو. كنحاول نعطي غير واحد الصوره عامه، ومن بعد راه غادي نفصلوا في كل درس ان شاء الله حتى تاخذوا الباك ديالكم. كنتمنى نشوف 20، اوكي، لانه ديجا شايف 19 75، شايف 19 ونص، شايف 19، شايف 18، بغيت نشوف 20. يس، هنا الرولاتيف كلاوزز يونيت نمبر 10 الرولاتيف كلاوزز، اوكي. الرولاتيف كلاوزز او ما يسمى الرولاتيف برونونس، بحال مثلا هو، مثلا ويتش، اوكي، هنا غادي تعرفون ماشي دبليو كويستيون ووردز، اوكي، هنا تعرفون الذي، التي، الذين، اللواتي، هنا تعرفوا عليهم بالتفصيل. يعني هذا كل ما يخص الجرامر. بقى لينا دابا فقط الرايتين، وحاجه واحده اللي بغيت نحضر فيها قبل ما نهضر على الرايتين وبالضبط فيما يخص الرايتين، راه كنقول راه ما كتحتاجش واحد الفوكابولري ضخم باش تكتب لي الرايتين. راه كنحتاجو سابجكت فيرب اوبجكت، ثلاثه ديال الامور. هنايا مصحح ما يقيش بالستيل الاحمر، نقطه، اكتب الجمله الثانيه، الجمله الثالثه، الجمله الرابعه، الجمله الخامسه، انا وليت باراجراف، اوكي. يعني هنايا الرايتين راه ماشي حاجه صعيبه. شنو اللي كيصعبها على التلاميذ ديال البكالوريات؟ هو انه كيحط واحد الرايتين باللغة العربية وكيبدا يدير ليها الترجمة، وهذه راه خاصنا أستاذ يعني واخد الإجازة ديالو ولا الماستر ديالو، وزائد قرا واحد 3 سنين أخرى تخصص غير ترجمة، أوكي، يعني الخدمة كاملة كتبغي ديرها ميمكنش، أوكي، يعني كتصعب على راسك المأمورية. لا، دائما داك شوية ديال الفوكابولاري اللي عندي، شوية ديال الكلمات كنحاول نخدمو بذكاء ونبني به الجمل في الموضوع اللي عندي، أو خاص يكون عندي بطبيعة الحال الفوكابولاري. إلا تبعتي الهضرة ديالي قلت من الأول من الفوكابولاري، إلا بقيتي عاقل شنو خاصك تعلم هنا، شنو خاصك تعلم هنا، غادي تكون
وغادي تصيبوا ان شاء الله الرايتينغ بكل بساطه. وللاسف مجموعه من التلاميذ الى ما قلت واحد العدد كبير جدا كيخلي بلاصه الرايتينغ نهار الامتحان الوطني خاويه. اوكي هذا ما يحز في النفس، لان حتى الاساتذه كيتاسفوا لهذا الامر. يعني الرايتين على يعني 5 ديال النقاط على 20 تخليها خاويه حشومه. يس يونيت نمبر 1 بالنسبه للمقارنه ديال التيكيت والمقارنه كامله غتكون فيهم، ماشي بالضروره تكون في يونيت نمبر 1، غتكون ديسكريبتيف اي سي. خاصك تعلم كيفاش تكتب اي سي واحد الارتيكل ما كتفوتش 4 ديال لي باراغراف. طبيعه الحال المقدمه والخاتمه كيبقى لنا غير العرض. اوكي الفيزيكال ابييرنسز اند كاركتر، وغادي نهضروا على القضيه ديال الرايتين وحده ولا جوج الرايتينات كيحطوا في الوطني، وعلاش هادو جوج الرايتينات وهادو غير الرايتين، وغادي نفصل الامر. راه ما كاين حتى شي فرق، بحال الرايتين وحده بحال جوج. وغادي نقول علاش مني غادي ندوز في الفيديو ديال ديسكريبتيف سي، وغادي نفصل فيه بشكل كبير. اليونيت الثاني خاصك تعرف على الناراتيف ستوري، كيفاش تكتب ناراتيف ستوري. اوكي يعني كتعاود على واحد الحاجه ولا على هاد السيد ولا على راسك نيت. اوكي ناراتيف يعني تعاود. يونيت نمبر 3 خاصك تعرف كيفاش تكتب ريبورت، تقرير. اوكي مثلا انت داروك مقرر مثلا تجمع في المدرسه لي باغون سي رئيس المجلس البلدي العامل مثلا في ليكول، وكناقشوا مثلا موضوع ديال العنف داخل المدرسه، وانت كنت انت هو المقرر، ها كيفاش خاصك تكتب التقرير. وغادي نعطيكم المنهجيه ديالو بالضبط ان شاء الله. اوكي فيديوهات القادمه. يونيت نمبر 4 اوفيشال ليتر، اوفيشال ليتر رساله رسميه. اوكي كاين حتى الاوفيشال ليتر ولا اوفيشال ايميل. هنا الاوفيشال ليتر اللي بغيت ننصح به في هذا الفيديو هذا بالنسبه للليتر ولا الايميل، السميه ديالكم ولا لادريس ديالكم ما يتكتبش. حاولوا تجنبوا شي حاجه سميتها الاسماء في الرايتينغ، حاولوا تجنبوا شي حاجه سميتها الاسماء او لادريس، لانه كتعتبر حاول تغش. ودائما كتلقاو الورقه don't say sign or write your name or something like this، يعني تجنبوا هذا الامر هذا. غادي نشوفوا المنهجيه حتى ديال الاوفيشال ليتر. يونيت نمبر 5 بوك اور فيلم ريفيو، كيفاش تكتب واحد ريفيو على فيلم ولا كتاب، على كتاب قريتي ولا على فيلم تفرجتي. راه ماشي تكتب على فيلم ولا كتاب وانا كدرت تعاودنا القصه ديال البطل والبطله من الاول، لا 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 لا، منهجيه شيء اخر. اوكي وغادي نتعرفوا عليها بالتفصيل ان شاء الله. نمبر 6 يونيت نمبر 6 عندنا هنايا ايميل اور بيرسونال ليتر، هنا ايميل ولا بيرسونال ليتر يعني رساله للصديق ديالك، ولا ماشي اوفيشال. اوفيشال راه كتصيفطها لرئيس الشركه مثلا دفع شي عمال ولا المدير ديالك ولا سامثين. اما البيرسونال ليتر لا، تردها للصديق ديالك ولا الصديقه ديالك انت. اوكي وكيكون واحد شويه ديال الاختلاف. ابليكيشن فورم، ابليكيشن فورم كاين في التيكيت وكنظن مستبعد انه لانه خاصك دير الاسم ديالك والنيميرو التليفون. المهم ابليكيشن فورم حتى هي غادي نشوفوها، ولكن مستبعد انها تكون في الامتحان الوطني، ولكن خاصنا نعرفوها. اوكي ابليكيشن فورم. اوفيشال ايميل، اوفيشال ايميل، اوفيشال ايميل هو الايميل يعني الرسمي بحال الشكل ديال الاوفيشال ليتر كيما الاوفيشال ايميل، وغنهضروا حتى على الاختلاف اللي بيناتهم. يونيت نمبر 9 ادفانتجز اند ديز ادفانتجز، يعني الايجابيات والسلبيات ديال اي موضوع. مثلا يقدروا يعطوك في الرايتينغ ادفانتجز اند ديز ادفانتجز اوف انترنت اور تي في اور سامثينغ لايك ذيس، يعني السلبيات والايجابيات ديال الانترنت ولا ديال الفيسبوك ولا ديال التي في، يعني محتمل جدا. يونيت نمبر 10 كوز اند افكت، حتى هو نتعرفوا على المنهجيه ديالو. اي موضوع كيخص بحال مثلا البرين ديال هجره الادمغه راه عندها اسباب ونتائج، ولا فور اورجان يعني ممكن تعبر انت مع او ضد. اوكي مع هذه القضيه او ضدها، يعني هادشي كامل غنشوفو بالمنهج ديال فور باراغراف سي. وفي حاله تحطوا جوج رايتينات ها شنو غادي نكتب. اوكي هذا كل ما يخص امتحان او مقرر اللغه الانجليزيه او دروس اللغه الانجليزيه من الفها الى يائها. كيبقى الان فقط نتحدثوا على الامتحان الوطني. الامتحان الوطني كيتقسم لثلاثه ديال الامور اللي هي comprehension، ثاني امر language، ثالث امر writing. ملي كنهضر على الكومبريهنشن عندك 7 نقاط ونص على 20، حشومه بضيع.
يعني الأجوبة كاملين عندك في النص. الأمر الثاني هو اللانجويج، حتى هو 7 نقاط أونص على 20، 7.5 و7.5 هي شحال؟ هي 15 على 20. اللانجويج هو التليفي ديال الجرامر والفانكشن، وكتبقى 5 ديال الرايتينغ، سواء كان واحد سواء كان جوج. اوكي، كان واحد راه عليه 5، كان جوج، واحد راه عليه جوج، واحد عليه 3 على 20. اوكي، يعني هنا ملي كنهضروا على التقسيم ديال الامتحان الوطني. اوكي، لهذا كنظن ان الامور واضحه الان، عارف المسار اللي غادي فيه وعارف شنو كيتسناك. كيبقى هو انه الدروس ربما تلقى فيهم صعوبه، هذا الامر هذا ما غاديش يكون، لانه غادي تكون فيديوهات بالتلخيص وبتبسيط، نقول تبسيط بشكل كبير، فقط نقول لكم وجدوا واحد الدفتر اللي يكون خاص بهذه السلسله اللي غندير ديال شرح دروس الثانيه بكالوريا وبالدارجه ان شاء الله، وبربطها بامتحانات الوطنيه او بمنهجيه الامتحانات الوطنيه، ونقولوا كل جديد في الامتحانات الوطنيه. وكيتعتبر الامتحان ديال اللغه الانجليزيه امتحان كلاسيكي تقريبا، نفس الاسئله كيتكرروا، فقط كنشوفوا الامر اللي كنشوفوا هو انه الجمل كتغير والمواضيع كتغير، ذاتس اول. اوكي، وبالنسبه لشعبات الاداب او العلوم الانسانيه او جميع الشعب العلميه راه نفس الامر، لانهم كيقراو في نفس المقرر، غير هو كيكون اختلاف في المواضيع اللي عطاو لهاد الموضوع، ما كيعطيوش امتحان واحد، وطبيعه الحال ماشي هو اللي كيعاودوه السنه الماجيه وان سون، يعني كجميع المواد، يعني امتحان كلاسيكي فقط، خاصك تركز. وطبيعه الحال كل درس كتعرف عليه وكدير فيه مجهود الا خاصك تعرف كيفاش كيتحط في الامتحان الوطني، وهذا هو الامر اللي بغيتكم تركزوا عليه. اي درس درتوه في الكلاس ديالكم خاصكم تعرفوا كيفاش كيتحط هذا الدرس في الامتحان الوطني، خصوصا الدروس ديال الجرامر وديال الفانكشن والرايتينغ. اوكي، لانه كثير من التلاميذ كيوجدوا مزيان ملي كيمشيو للامتحان الوطني كيتصدم ولا كيشدوا له الدخاق، لانه ما مولفش يخدم هذه الاسئله. هذا الامر كله هذا غنلقاو ليه حل ان شاء الله، وكنتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله الباك في الصاك. I hope you good luck and see you later ان شاء الله.